أكدت وزارة الاتصالات أن حجب مواقع التواصل الاجتماعي سيتزامن مع الامتحانات التمهيدية وسيستمر حتى 13 من الشهر الحالي. المتحدث الرسمي للوزارة عمر عبد الرزاق أشار إلى أن أوقات الحجب ستكون من الساعات 4 فجرا حتى 12 ظهرا باستثناء يوم الجمعة، مبينا أن الحجب سيشمل مواقع التواصل الاجتماعي المتداولة لدى المجتمع العراقي وهي فيسبوك وتليجرام وواتساب وإنستغرام. وأكد ناشطون قد تداولوا مقطعا مصورا يظهر ضبط جهاز غش لدى أحد الطلبة أثناء تأدية الامتحانات التمهيدية من قبل مدير أحد المراكز الامتحانية. تمثل الغش بوضع خارطة جهاز موبايل وجهاز بلوتوث داخل حزام بنطال لاستخدامهما خلال الامتحان. هاي وسيلة غش إلكترونية بلا زحمة. هو شوف هذا الحزام ما مبين تقريبا، هنا أنا مسوي محولة ضعيفة داخل الحزام، وأيضا هنا أكو سيم كارت، وهنا خارطة مع الموبايل فقط، وخالها هنا داخلها هسه هنا. إذا نفتحها استاذ خلينا نشوفها. إذا راح نشوفها هسه نفتحها، نجيب الشفرة زين، بدون الشفرة راح نشوف إخواني، هذا إخوان المراقبين بشكل عام. تعال شوف أستاذي، شوف طفر هذا السيم كارت اللي هو هذا آسيا سيل، ها، وهذا الشريحة، هذا شريحة موبايل فقط، وهذا الباترية مالها، وهذا هنا التوصيل مال بلوتوث، هذا أيضا شوف بطاريات كاملة، شوف مسويهن إخواني. إيه هذا ذني هذا طالب بامتحانات اليوم الوزارية، واعتبر حالة غش طبعا.